السلام عليكم. بهذا الفيديو إن شاء الله رح نحكي عن آخر موضوع من موضوعات البروتينز وهو البلازما بروتينز. بداية البلازما هو جزء من البلد واللي بيشكل 55% من البلد فوليوم، وباقي 45% هي عبارة عن سيلز اللي هي الار بي سيز وبليتلتس ووايت بلد سيلز. البلازما هي الليكويد كومبوننت، يعني اللي بيكون فيها البروتينز والنيوترينز والالكترولايتس. في عنا هون بحكي لنا عن الهيماتوكريت. الهيماتوكريت هي قديش في عنا ار بي سيز لقديش في عنا بلازما، سايز اوف ار بي سيز تو ذا سايز اوف بلازما، اللي هاي بتشكل ار بي سيز وهي بتشكل البلازما، وهاي هي النورمال ليفل. يعني بالادلت بتكون ادلت ميل 47% وبالفيميلز بتكون 42%، بينما هذول الحالتين هي ابنورمال كونديشنز. لو نيجي نطلع هون حكينا البلازما هي ليكويد كومبوننت اللي بيكون فيها النيوترينتس والى اخره، ممكن يكون فيها نيتروجينس ويست، الكترولايتس، غازز، نيوترينتس وامينو اسيدز، وفيها البروتينز واللي راح نحكي عنها. هذا هو موضوعنا اللي راح نركز عليه، هو البروتينز الموجوده بالبلازما واللي هي عباره عن البيومنز، فيبرينوجين وجلوبولينز. طبعا البلازما بيكون فيها يعني برضه البلد سيلز اللي هي بتشكل 45% من البلد فوليوم بتكون سسبندد within the plasma. البلازما عبارة عن 92% water و 8% solids. solids اللي هي بتكون organic أو inorganic. inorganic اللي هي electrolytes Na+ K+ يعني وهاي الأيونز. الأورجانيك اللي هي فيها من ضمنها البلازما بروتينز اللي حكينا عنها albumin, globulins وfibrinogen واللي رح نحكي عنها هلأ بالتفصيل. في عنا non-protein nitrogenous compounds اللي هي nitrogenous waste اللي راح يتخلص منها الجسم، يوريا، في امينو اسيدز واليوريك اسيد والكرياتينين والكرياتين وان اتش 3، هاي كلها رايحه للويست. عندنا برضو ليبيدز اللي مثل الكوليسترول، فري فاتي اسيدز وغيره، وعندنا برضو كربوهيدرات، جلوكوز، فركتوز، بنتوزز، وعندنا برضو اذر سبستانسز مثل الفيتامينز وانزيمز وهرمونز وكيتون بوديز. كل هذا بيكون موجود بالبلازما، وكل واحد من البروتينز، كل نوع من هاي البروتينز له فانكشن مختلفة. ومن الأنواع اللي اكتشفوها صار مكتشفين حوالي 500 بلازما بروتينز. بلازما بروتينز are a mixture، في عنا mixture of proteins مش نوع واحد، وعندها real wide range، في عنا أنواع كتيرة. والنورمال رينج بيكون من 6 ل 8 جرام لكل ديسيليتر من البلازما، وهي البلازما بروتينز هي الميجر اوف ذا سوليدز. هلا احنا حكينا السوليدز هي عباره عن 80% من البلازما، والميجر من هاي 8% هم البلازما بروتينز. طبعا البلازما بروتينز في منها سمبل يعني عادي بروتين بدون اي شيء ثاني، في منها كونجوجيتد اللي مثل ما اللي حكينا عنهم الانواع اللي هي جلايكوبروتينز ولايبوبروتينز وغيره. في عنا من ضمن البلازما بروتينز عنا البيومين، وهذا طبعا هايلي كونسنتريتد ان بلاد. عنا اميونوجلوبولين اللي هي الانتي بوديز. عنا سيجنالينج مولكيولز طبعا بتكون ان فيري لو كوانتيتيز. فيعني اوفر اول البلازما بروتينز ايش الاشياء المختلفه بيناتها، اللي هي الكونسنتريشن بتختلف بالكونسنتريشن. يعني مثلا عنا الالبيومين هي اعلى كونسنتريشن، بتختلف بالكاركترستكس تاعتها، واهم اشي بالشيب. يعني مثلا عندنا الفيبرينوجين بيكون الشيب تاعه elongated، وهذا طبعا الشيب related to the function لانه الفانكشن تاعه is to create fibers، فراح يكون شكله ايش elongated. في عندنا مثلا بروتينز بتكون small مثل الهيموغلوبين relatively small relative لل other proteins الموجودة بالبلازما. في عندنا large، في عندنا برضو globular proteins، فكلها طبعا الشيب بتكون related للفانكشن، وبرضه مختلفة بالفانكشنز تاعتها البروتينز. وبرضه البروتينز بالبلازما بتختلف بالسورسز، يعني كل بروتين جاي من مكان مختلف وبده يروح على مكان مختلف ايضا حسب الفانكشن تاعه. separation of plasma proteins، كيف نفصل البلازما بروتينز عن بعض عشان نقدر نتعرف عليها وندرسها. الموست كومون تكنيك تو سيبريت بلازما بروتينز اللي هي الالكتروفوريسيس، واللي حكينا عنها لما حكينا عن الهيموجلوبين الكتروفوريسيس، اللي هي انه امشي البروتينز بالكتريكال فيلد. بيكون في عندي جهه الانود وجهه الكاثود، وكل وحده بتمشي حسب التشارج تاعتها. فبنلاحظ كل نوع بروتين رح يكون له باند،
يعني البروتينز المختلفة رح تمشي بباندز مختلفة، ونفس البروتين رح يمشي بباند واحدة. فلاحظوا انه طلع معهم 5 bands لما اجوا اخذوا عينة من البلازما بروتينز، طلع في عندهم 5 bands. هاي ال 5 bands بتمثل البيومن اللي بنلاحظه هو اكتر واحد، هو اقرب واحد للانود فهو نيجاتيفلي تشارجد. عندنا الجاما، الجاما هو اللي هي جاما جلوبولين بروتينز اللي هي الاميونو جلوبولينز، وبتشكل 20% من البلازما بروتينز. وطبعا الالبيومين بشكل من 50-60%، يعني وهذا طبعا واضح من حجم الباند. الباند كل ما كانت هاي الباند اللي عم نشوفها يعني مور انتنس، كانت الانتنسيتي تاعت الكلر تاعتها اغمق. يعني زي مثلا هون صورة تانية لنفس الاشي للبلازما بروتينز، هاي مثلا عندنا هاي الباند الانتنسيتي فيها تاعتها اعلى اشي وهي اعرض اشي، معناها هذا البروتين هو الكونسنتريشن تاعه اعلى كونسنتريشن، وهذا بيمثل الباند لايش؟ للالبيومين. وعندنا الفا 1 والفا 2 وبيتا، هدول برضو من البلازما بروتينز. هلا احنا يعني بنلاحظ انه في طريقتين لعرض تو بريزنت ذا بلازما بروتينز بعد ما نعمل لها الكتروفوريسيس. في عنا هاي الطريقة اللي هي بلوتس، وعنا الكروماتوغرام. طبعا بهاي الطريقة كيف بنحدد الكونسنتريشن؟ اللي بتكون له اعلى بيك معناها هو هاد له اعلى كونسنتريشن. اما هون كنا نطلع على الانتنسيتي والويت تاعت الباند. اذا الالبيومين حكينا عنه انه نيجاتيفلي تشارجد، بيكون سمولر ذان جلوبولين. هلا شو هي الجلوبولينز اللي بتكون موجوده عندنا؟ في عندنا الالفا، الفا باند وبيتا باند وجاما باند، مثل ما شفنا بالباندز هذه عندنا الفا وبيتا وجاما. الالفا باند فيها تنتين، فيها الفا 1 والفا 2. هلا الالفا 1 موستلي بتتكون من الفا 1 انتي تريبسن. التريبسن هو انزيم بيعمل ديجريديشن للبروتينز، فالانتي تريبسن بيشتغل ضده، يعني عشان تريبسن ما يعمل يروح يضل يشتغل ويكون هايلي اكتف يروح يعمل لنا ديجريديشن لكل البروتينز. الانتي تريبسن مهم عشان البالانس، عشان يخفف ويضبط من عمل التريبسن. الالفا 2 موستلي هابتوجلوبين، الفا 2 ماكروجلوبولين وسيرولوبلازمين. البيتا باند فيها ثلاث بروتينز، في عندنا الترانسفيرين، عندنا ال LDL، وعندنا complement system proteins. transferrin هذا مسؤول عن ال iron transport، بينقل ال iron عن طريق ال blood. ال LDL هي low density lipoproteins، هاي مسؤولة عن انها تنقل الكوليسترول. و complement system proteins هاي مجموعة البروتينز يعني لل immune system. الجاما باند حكينا انها الاميونوجلوبولينز الانتي بوديز. طيب لو بدنا نحكي عن جنرال كاركترستكس اوف بلازما بروتينز، بدايه بالنسبه لتصنيعهم، مينلي البلازما بروتينز بتتصنع بالليفر، يعني مثل الالبيومين والجلوبولينز بتصنعوا بالليفر. لكن مثلا الاميونوجلوبولينز اللي هم الجاما جلوبولينز بيتصنعوا وين؟ هم بيطلعوا من البي سيلز، هم عباره عن اميون سيلز، بلازما سيلز، ليمف نودز، بون ميرو اند سبلين، لانه يعني اصلا هي يعني تابعه للاميون سيستم فبدها تطلع من الاميون سيلز. هلا موست بلازما بروتينز ار سينثيسايزد از بري بروتينز. يعني شو يعني بري بروتينز؟ يعني في عندها سيجنال بيبتايد، يعني البروتين اول ما يتصنع بيكون في عليه بيبتايد، هذا البيبتايد بنسميه سيجنال بيبتايد اللي هي البري ريجن. هاي ليش اسمها سيجنال؟ هي مسؤولة عن انها تودي البروتين للاندوبلازميك ريتيكولم، لانه اصلا البروتينز بده يصير لها بوست ترانسليشنال موديفيكيشنز اللي هي برضو اصلا بتصير بالاندوبلازميك ريتيكولم. فهاي البري ريجن مسؤولة عن انها توديها على الاندوبلازميك ريتيكولم، وبعدين بس تدخل على الاندوبلازميك ريتيكولم بصير عندنا كليفج لهاي البورشن، وبتكون عند الان تيرمينس بيصير لها كاتينج، وبعدين عشان يطلع عنا يعني البروتين بصورته النهائية. حكينا البروتينز بيصير لها various post translational modifications، يعني بيصير modification بعد synthesis. حكينا بيصير لها synthesis بعدين بتروح على endoplasmic reticulum. هناك شو بيصير لها؟ ممكن يصير لها glycosylation، وهم اصلا most plasma proteins are glycoproteins. glycoproteins حكينا بيكونوا N or O linked. طبعا البيومين is the major exception،
يعني معظم البلازم بروتينز جلايكوبروتينز، لكن الالبومين مش جلايكوبروتين. ممكن برضو من البوست ترانسليشنال موديفيكيشنز البروتيوليسز، بروتيوليسز اللي هي انه يصير عندنا كليفج بريك داون اوف لارج بروتينز انتو سمولر وانز، وممكن يصير في عندنا فوسفوريليشن واللي حكينا عنه عند الكومبلكس بروتينز انه مود اوف ريجوليشن. في كمان شغله اللي هي انه البلازما بروتينز في الها ترانزيت تايمز واللي بتتراوح من 30 دقيقه ل several hours. شو الترانزيت تايمز؟ ترانزيت تايم هي البيريد اللي بتكون من لما يتصنع البروتين جوا الخليه لحد ما يطلع من الخليه، لانه احنا حكينا اول ما يتصنع ما بيروح بيطلع برا، لا في عليه حكينا البري ريجن اللي بتوديه على الاندوبلازميك ريتيكولم عشان يصير له هناك موديفيكيشن وبعدين بيطلع من الخليه. هذا الوقت كليته بنسميه الترانزيت تايمز، وحكينا بيتراوح من 30 دقيقه لنص لساعات. هلا في عندنا شيء ثاني اللي هو انه عندهم ديفرنت هاف لايفز. هاف لايف اللي هي الوقت اللي بدها تقضيه او هاي البروتينات بالبلاد سيركوليشن، وبرضه بيمتد من اورز ممكن يضل 20 يوم، يعني تبعا لنوع البروتين. في بروتينات الهالف لايف تاعها قليل ومنها بيكون طويل، لكن الهالف لايف بدنا نفرق بينه وبين الترانزيت تايم. ترانزيت تايم هو الوقت اللي بيقضيه لحد ما يطلع من الخليه، يعني بالسينثيسيس والموديفيكيشن. الهالف لايف اللي هي هو ضايل بالبلاد سيركوليشن لحد يعني ما يخلص عمره، زي كأنه بيخلص عمره بعدين بيصير له degradation عن طريق من السيلز المتخصصة. طيب هون في عنا electrophoresis aspects in several types of dysproteinemia اللي هي يعني في عنا هون abnormal conditions بقدر اني اعمل لها يعني detection عن طريق الطريقة اللي حكينا عنها اللي هي electrophoresis، اني اشوف البيكس تاعت كل بروتين وكيف تغير الكونسنتريشن تاعه، بقدر استخلص منه شو نوع الابنورماليتي اللي هون. بداية احنا بدنا نقارن بمين؟ بدنا نقارن بالنورال نورمال سيرم بروتين الكتروفوريسيس. هذا هو النورمال الكونسنتريشن والبيكس تاعتهم الطبيعية بالانسان اللي ما عنده ديزيزز. لو نيجي نطلع على اول وحدة اللي هي الكرونيك ليفر فيلر. كرونيك ليفر فيلر بالبداية خلل بعمل الليفر وهو مزمن. الليفر فيلر يعني الليفر مش عم يشتغل منيح، فايش فما رح يصل نعلي البروتينز بكفاءة، لانه احنا حكينا انه البلازما بروتينز وين بتم تصنيعها؟ بالليفر. اذا الليفر ما رح يصنع هاي البروتينز زي ما بصنعها بالوضع الطبيعي، الا مثلا مين البروتين ما بيتصنع بالليفر؟ هو الجاما جلوبولينز الاميونوجلوبولين. اذا انا بدي اتوقع شو؟ بدي اتوقع انه تكون الالبومين والبيتا والالفا جلوبولينز تكون تركيزها منخفضه لانها ما عم تتصنع منيح من الليفر، لانها بتتصنع بالليفر بالعاده، والجاما جلوبولينز اللي عادي بتتصنع ما فيها اي مشكلة لانها اصلا ما بتتصنع بالليفر حيكون ايش تركيزها عالي. فبنيجي نطلع هون بنلاحظ انه البيكس تاعت الالفا والبيتا يعني almost disappeared، والبيك تاعت الالبومين كتير قلت عن الوضع الطبيعي، والجاما البيك تاعتها ارتفعت لانها عادي عم تتصنع بتيجي من البلازما سيلز والبي سيلز. ثالث abnormality عنا اللي هي بنسميها بلازما سيل مايلوما. بلازما سيل اذا اشي له علاقة بايش؟ بالجاما جلوبولينز. بلازما سيل هي شو اصلا؟ هي الماتيور بي سيلز، هي السيلز اللي بتعطينا الانتيبوديز. فالفكرة هو مايلوما يعني هي نوع من انواع الكانسر. بصير عنا نوع من انواع البي سيلز بتصير كانسرس، يعني فيها abnormal growth، فبتضلها تعطيني نفس النوع من الانتيبادي، فهاد بتضلها تعطيني يعني بريت اعلى من الريت الطبيعي. فاذا الجاما باند رح تصير الكونسنتريشن تاعتها اعلى، فالبيك تاعت الجاما باند رح تكون اعلى. يعني لاحظوا من هون لهون يعني لسه صارت حتى كمان اعلى من الالبيومين. طبعا الالبيومين والالفا والبيتا التركيز تاعتهم نفس الاشي، لكنها صارت الجاما ريلاتيفلي هلا اعلى، فبين زي كانه الالبيومين قل لكنه ما قل، بس لانه هون مبينه انه الجاما اعلى عم مثلا ممكن انه نفكر انه هي قلت، لكن هي الالبيومين ما قلت، فالجاما صار اعلى. وايش كمان بنلاحظ؟ انه صار شارب،
ليش شارب؟ لأنه عندي one type of antibody or immunoglobulin being produced. حكينا بس one type of B cell بيصير له cancerous growth، فراح يعطيني يعني راح يزيد ال production rate ل one type of immunoglobulin، مش لكل ال immunoglobulins، فعشان هيك بيكون sharp لأنه only one type، مش كل الجاما globulins. ثالث إشي اللي هي long standing inflammation. في عنا inflammation، بما إنه في عنا inflammation معناها مين اللي راح يتأثر؟ بداية أكيد الجاما، لأنه الجاما اللي هي فيها الانتيبوديز، والانتيبوديز رح يزيد البرودكشن تاعها لأنه في عنا inflammation، يعني بدها to fight the antigen، فالجاما البيك تاعها رح يكون أعلى، وبرضو رح يكون إيش؟ رح يكون وايد، مش زي هون شارب. ليش؟ لأنه هون عم يزيد إنتاج أكثر من نوع من الانتيبوديز، هون كان نوع واحد، أما هون لأنه أكثر من نوع فكانت وايد، والبيك حكينا بيعلى لأنه عندي انفلاميشن. وبرضه البيتا والألفا، من ضمن الألفا والبيتا جلوبين في عنا انفلاماتوري بروتينز، فهذول برضه رح يرتفعوا لأنه في عنا انفلاميشن. فهون كل البيكس هاي ارتفعت ما عدا الألبيومين، الألبيومين ضل زي ما هو، لكن نفس الفكرة هون لأنه هدول ارتفعوا بين زي كأنها قلت، لكن هي ما قلت، لكنها يعني هدول صاروا أقرب لإلها لأنهم هدول ارتفعوا، لكن هي الألبيومين ما بتقل بتضلها نفس ما هي. رابع نوع واللي هو النيفروتيك سيندروم. نيفروتيك يعني في عنا مشكلة بالكيدنيز، ما في يعني not functioning well. المشكلة هون انه بيكون في عنا دمج بالجلوميرولاي اللي هي الجزء من الكيدني المسؤول عن انه يصفي البلازما of the blood ويطلع على اليورين، بيكون عنا دمج، فبصير عنا هون ان الكيدني ما عم تتحكم بالبروتينز اللي عم تطلع من البلازما لليورين، وما بتقدر تعمل absorption من اليورين وترجعه على البلازما، فالبلازما بروتينز قاعد تطلع باليورين، فالconcentration of proteins المفروض انها تكون بالبلازما، البلازما بروتينز بترتفع باليورين وبتقل بالبلازما، فبنلاحظ انه البيكس تاعتهم بتقل لانهم قاعدين بيطلعوا باليورين نتيجة الخلل اللي صاير بالكدني. اخر اشي اللي هي polyclonal gammopathy. polyclonal gammopathy اللي هي عنا مشكلة بالجاما برضو. polyclonal يعني انه مش من one clone، يعني مش من نوع واحد من السل، لانه احنا هون عنا antibodies، الانتيبوديز بتيجي من different sources، يعني بتيجي من اكتر نوع من السل، يعني كل بي سل إلها نوع، يعني بتعطي different type of antibody. فهون polyclonal يعني polyclonal gammopathy، pathy يعني disease، وgammo يعني immunoglobulins اللي هي الجاما band. فهون إيش بصير عنا بالضبط؟ بيزيد عنا إنتاج different types of antibodies جاية من different sources، بيزيد إنتاجها هيك يعني عشوائيا random production of different antibodies. وطبعا هون رح يكون البيك عالي وايد لانه عنا وايد لانه عنا اكثر من نوع، والبيك عالي لانه البرودكشن قاعد بيزيد فالكونسنتريشن قاعده بتزيد. اذا هاي الجرافس هاي كليتها الالكتروجرام الكروماتوجرام هاد كله جدا مهم، جدا مهم انه لما نيجي نطلع على الالكتروجرام نقدر نحدد شو الديزيز، شو الابنورماليتي اللي عنا هون نتيجه انه نطلع شو البيك تاعه زايد وشو اللي البيك تاعه ناقص وهكذا. لو تفهموا انه كل ديزيز شو هو بالضبط فورا يعني راح تقدروا انكم تعرفوا وتحللوا كل واحدة، واهم اشي انكم تقارنوا بالنورمال الكتروغرام عشان تقدروا تحددوا مين اللي طالع ومين اللي نازل. بلازما بروتينز and polymorphism. بيحكي لنا انه البلازما بروتينز are polymorphic. polymorphic شو يعني؟ لما احكي عن اشي انه polymorphic يعني produced in mendelian or monogenic trait. شو هي المندليان trait؟ مندليان trait تحكي انه يعني لهاي الصفة، يعني في عنا صفة بجسم انسان هاي الصفة بيكون الها بس يعني phenotypes محددة، يعني ما في اشي بيناتهم. يعني مثلا لو نيجي نوضح هالحكي، لو نيجي نطلع على ال human height، human height مش مندليان. ليش؟ لانه ما في مثلا اشي محدد، يعني ممكن يكون الشخص قصير طويل ميديوم، ما في يعني في gradients للموضوع و different genes
إلها دور وبتتدخل بالهيومن هايت، مش بس وان جين أو جينات محددة بس هي اللي بتحدد وبيطلع عندي يم هايت exactly يعني، لا في عندي جراديشن وفي عنا وايد رينج، يعني ما في بس مثلا فينوتايبس محددة. الفينوتايب يعني هو الشكل اللي بيطلع فيه الصفة بالآخر. مثلا لو نيجي نحكي عن البلد تايبس اللي هي الاي بي او بلد جروبس، هاي مندليان تريت. ليش؟ لانه خلص في عندي فينوتايبس محدده، يا اما اي يا اما بي يا اي بي يا او، ما في اشي بناتهم، يعني ما في مثلا اشي خامس او انه في احتمال يكون في عندي جريدينت انه في اشي بناتهم، لا ما في عندنا. بس في عندنا ثلاث جينات مسؤوله عن انها تحدد يا اي يا بي يا اي بي يا او. ونفس الاشي البلازما بروتينز إلها، بس يعني إلها بيكون إلها at least two phenotypes، وفي جينات محددة هي اللي بتتم بتصنع هي البلازما بروتينز. ما في gradients، بس هي البلازما بروتينز المحددة والphenotypes المحددة إلها. وطبعا البوليمورفيك هدول بما أنهم polymorphic proteins they can be diagnosed by electrophoresis or isoelectric focusing، لأنه يعني بالإلكتروفوريسيس مثلا أنا بكون عارفة أنه هاي البروتينز أنه رح تمشي بهالباند. مثلا لو في gradients ما رح نقدر أنه نعملها diagnosis بالإلكتروفوريسيس، لأنه رح يكون في عندي wide range واحتمالات كبيرة وما بنقدر نحصرهم بphenotypes محددة وصفات محددة أو شكل محدد إلها نهائي. بلازما بروتينز هالف لايف، حكينا انه كل بروتين له هالف لايف، يعني مو كل البروتينز لها نفس، يعني ما بتضلها بالسيركوليشن بنفس عدد الايام او عدد الساعات. يعني مثلا عندنا الالبومين الهالف لايف تاعته 20 يوم، الهابتوغلوبين الهالف لايف تاعته 5 ايام، فهي بتختلف حسب البروتين وشو الفانكشن تاعه وشو نوعه. هلا الهالف لايف كان بي ديتيرمند ثرو ايزوتوب ليبلينج ستاديز، كيف يعني شو بيعملوا؟ يعني مثلا بيستخدموا راديو اكتيف ليبلينج تو كالكوليت ذا هالف لايف اوف بروتين. يعني مثلا بيجيبوا راديو اكتيف البيومين، يعني هذا الالبيومين عليه راديو اكتيف اتوم او راديو اكتيف جروب، بيروح بحطوها بالجسم وبعدين بصيروا يحسبوا هذا الجسم، يعني اوفر تايم بصيروا يحسبوا قديش في عندنا راديو اكتيفيتي بالجسم. لما مثلا الراديو اكتيفيتي خلص تروح معناها ايش؟ معناها الالبيومين خلص تم التخلص منه، معناها الهالف لايف تاعته خلصت. فهيك بيقدروا يعرفوا قديش الهالف لايف تاعت البروتينز. والديزيزز كان افكت هالف لايفز، يعني كل ديزيز ممكن انه يغير الهالف لايف تاعت البروتين. يعني مثلا بالكرونز ديزيز الالبيومين بالوضع الطبيعي بيكون الهالف لايف تاعته 20 يوم، بصير يوم واحد، لانه بهذا المرض في عندنا هيوج لوس اوف البيومين. برضو عندنا البروتين لوزينج جاسترو انتيروباثي، برضو بصير عندنا انكريز ان ذا اليمينيشن اوف بروتينز، فالهالف لايفز تاعتهم بتقل. ستارلينج فورسز، بهاي الصوره بنقدر نشوف البريشرز موضحة عنا، وهاي البريشرز او الفورسز هي الفورسز اللي بتتحكم بحركة الووتر من الفيسلز للتيشوز او من التيشوز للفيسلز. وهون عنا بالكابيلاري في عنا هيدروستاتيك بريشر، هذا البريشر بيكون اكزيرتد باي ذا بلازما، يعني الووتر اللي بتكون جوا الكابيلاري بتعمل بريشر اللي هو الهيدروستاتيك بريشر، وهذا البريشر بيخلي الووتر انها تنتقل من الكابيلاري وتروح على التيشوز. بعدين في عنا الانكوتيك بريشر برضو جوا الكابيلاري. انكوتيك بريشر هو البريشر اللي اكزيرتد باي بلازما بروتينز، البروتينز هو هي جوا الكابيلاري لها بريشر معين، هذا البريشر بيشد الووتر اللي عندي، يعني بيخلي الووتر ترجع من التيشو لا الكابيلاري، فاتجاهه زي هيك، فهو بيساعد على انتقال الووتر من التيشو للكابيلاري. هلا ممكن يصير في عندنا ابنورماليتي، مثلا يكون في عندي بروتين ديفيشنسي، يعني مثلا نفرض انه في هاي الشخص عنده كرونيك ليفر فيلر، يعني ما عم يصنع كميه كافيه من البلازما بروتينز، قلت نسبه البلازما بروتينز، معناها شو رح يقل؟ رح يقل الانكوتيك بريشر. بما انه قل الانكوتيك بريشر، هاي الفورس اللي بتخلي الووتر ترجع من التيشوز للكابيلاري رح تقل، فرح يقل، رح يصير اصعب على الووتر انها ترجع من التيشوز للكابيلاري، فبصير عندنا ووتر اكيوميليشن بالتيشوز ما بيقدر يرجع على الفيسلز.
وهذا الحكي بيؤدي لنا ل الإيديما. إيديما اللي هي الووتر اكيوميليشن ان تيشوز، وبصير فيها يعني بصير في عندنا انتفاخات بالتيشوز لانه بتجمع فيها الووتر زائد عن الطبيعي. طبعا هذا الاشي بنقدر نستخلص منه بيربس مهم لوجود البلازما بروتينز بالكابيلاريز، وهو تو مينتين اوسموزز. اوسموزز هي اللي حكينا عنه، هو انه اكستشينج اوف ووتر بتوين بلاد and tissues. فالبلازما بروتينز بنلاحظ وجودها بيحافظ على الانكوتيك بريشر، فبيسهل وبيحافظ على الاوسموزز بحيث انه بيخلي الوضع الطبيعي انه هون مثلا عند الارتيريال اند تروح الووتر من الكابيلاري للتيشوز، وعند الفينوس اند ترجع الووتر من التيشوز للكابيلاريز، ويضل عندنا الوضع الطبيعي وما يصير في accumulation وإدمة. acute phase proteins، شو هم acute phase proteins؟ هم البروتينز اللي بيتم انتاجهم بكميات كبيرة بحالات الانفلاميشن، بحالات الأكيوت انفلاميشن، بحالات الأكيوت انفلاميشن بالتيشو دامج، بالكرونيك انفلاميشن وبالكانسر. هي هاي يعني البروتينز هي من الريسبونس تاع البادي لهذا الانفلاميشن. الريسبونس تاع البادي اللي هو انه الليفر يصير تو اوفر بروديوس هذول الأكيوت فيز بروتينز، وواحدة من هذول الأكيوت فيز بروتينز اللي هي السي رياكتيف بروتين. هذا البروتين نقدر انه نعمل فحص بالمختبرات، ولما نشوف الليفل تاعه اذا كان الليفل تاعه عالي معناها هذا الشخص عنده سيستميك انفلاميشن، في اشي بجسمه، بكتيريا فيروس او اي اشي تاني، معناها في اشي خلى الجسم انه يعمل هذا الريسبونس، وانه يكون في عنا اوفر برودكشن لهذا السي رياكتيف بروتين، لانه هو موجود يعني هو دائما موجود لكن بلو ليفل. فبحاله بهاي الحالات الانفلاميشن او الانفكشن راح يتم يعني زياده بانتاجه. وفي عندنا برضو اذر اكيوت فيز بروتينز مثلا الالفا 1 انتي تريبسين، هابتوغلوبين وفيبرينوجين، هم برضو من البروتينز اللي بيزيد انتاجها بحالات الانفكشن او الانفلاميشن. في عندنا شيء ثاني اللي هو النيجاتيف اكيوت فيز بروتينز مثل البري البيومين، البيومين وترانسفيرين. هذول العكس، هذول لما يكون في عندي inflammation بقل الليفل تاعهم. لحد الآن كنا نحكي عن general characteristics بتشمل كل البلازما بروتينز، هلأ رح نبلش نحكي عن كل بروتين شو خصائصه اللي بتخصه كبروتين، شو functions تاعه وشو بيعمل. بداية رح نحكي عن الألبيومين. حكينا الألبيومين هو الميجر أو البريدومينانت بروتين بالبلازما، بيشكل من 50-60% من البلازما بروتينز. والألبيومين هو له important role in maintaining osmotic pressure found between blood and tissues. الأوزموتيك بريشر اللي حكينا عنه المهم انه عشان الووتر ما تضلها متجمعة بالتيشوز، المين كونتريبيوتر لهذا الأوزموتيك بريشر هو الألبيومين، لأنه أصلا هو الميجر بروتين من ضمن البلازما بروتينز. الإلوس السايز تاعه 69 كيلو دالتون، عنده long half life 20 يوم، produced as a pre-protein in the liver and then it gets released. يعني هو من البروتينز اللي بيكون إلها pre-protein زي ما حكينا. الألبيومين بشكل 25% of total protein synthesis لأنه concentration تاعه عالي، ومنه بنقدر نعرف الليفر فانكشن تيست لانه الليفر هي اللي بتصنعه، فمن تركيزه بنقدر نعرف اذا الليفر بتشتغل منيح معناها تركيزه نورمال، اذا ما بتشتغل منيح معناها راح يكون تركيزه اقل. الالبيومين از مونوميريك، مونوميريك يعني له بس بوليبيبتاتشين واحده، اذا ما له كواترنري ستراكشر. وطبعا produced in high quantities، يعني كل يوم بيتم تصنيع 12 جرام كل يوم. هلا الشيب تاعه، الالبيومين له الليبسويدال شيب، وطبعا بيختلف كتير عن الفيبرينوجين اللي له الانجيتد شيب. شو اهميه انه يكون له الليبسويدال شيب؟ عشان الفيسكوسيتي تاعت البلد. الليبسويدال شيب تاعه بيخلي البلد انه يكون ثيك، فبيزيد الفيسكوسيتي تاعته. طبعا على عكس الفيبرينوجين اللي له الانجيتد شيب اللي اصلا الفانكشن تاعه انه يعمل نتورك اوف فايبرز عشان يعمل البلد كلوتينج. فالإلبسودي شيب مهم للفيسكوسيتي، وحكينا عنه انه انايونيك يعني له نيجاتيف تشارجز، عليه 20 نيجاتيف تشارجز،
عند الفيزيولوجيكال بي اتش اللي هي 7.4. طيب شو الفانكشنز تاعت الالبومين؟ اول واحدة حكينا عنها واللي هي النوت مينتيننس اوف اوسموزيس ان ذا بلاد. طبعا هو ما له اي كاتاليتيك فانكشن، مش انزيم. هو من الفانكشنز تاعته اللي هي انه بيرتبط بالعديد من الليجنز وبينقلها، من مثلها انه بينقل العديد من البروتينز، بينقل الفاتي اسيدز، فري فاتي اسيدز. هلا الفاتي اسيدز بتكون مخزنه بالاديبوز تيشوز. لما الجسم يحتاج الفاتي اسيدز رح يتم تكسيرها من الاديبوز تيشوز بميتابوليك باثوي معينه، ورح تكون ريموفد من الترايجليسرايدز وبتطلع من برا الاديبوز سيلز. هلا هذول الفاتي اسيدز ار هيدروفوبيك. بما انهم هيدروفوبيك معناها اكيد ما رح يقدروا يتحركوا بالبلد لحالهم، لانهم هيدروفوبيك والبلد هيدروفيليك، فما رح، لانه رح يكون في بيناتهم unfavorable interaction، فعشان هيك بدهم اشي ينقلهم. هذا الاشي اللي بينقلهم هو الالبومين، بيروح بينقلهم لديفرنت تايبس اوف تيشوز. طبعا هذا الحكي بيختلف عن الهاي دنسيتي لايبوبروتينز، لو دنسيتي لايبوبروتينز، هذول بينقلوا الفاتي اسيدز لسبيسيفيك تايبس اوف تيشوز. الالبومين لا، بينقلهم لديفرنت تايبس اوف تيشوز مش سبيسيفيك. برضه الالبومين بيقدر انه يرتبط بسيرتن ستيرويد هرمونز مثل الاندروجين، استروجين، ستيرويدز، يعني جنرالي الكورتيكوستيرويدز والكورتيزول. يعني الهرمونز بتقدر تنتقل عن طريق البلد از فري هرمونز، ممكن تكون باوند للالبومين. برضه بيرتبط بالبيليروبين. البيليروبين هو برودكت اوف هيم ميتابوليزم. بيقدر يرتبط بالبلازما تريبتوفان، وبيحمل ميتالز مثل كالسيوم كبر وهيفي ميتالز. وبرضه بيقدر يرتبط بدرجز مثل السلفونامايدز، بنسلين جي، واذر درجز. هاي شو اهميتها؟ انها بتمنع الدرج درج انتراكشن. درج درج انتراكشن اشي سيء ما بدنا اياه يصير. يعني لما ناخذ اكثر من درج، انه الدرجز تتفاعل مع بعض راح يعمل لنا سايد افكتس. فالالبومين بيروح بيرتبط بالدرجز عشان ما تتفاعل مع بعض وتعمل لنا هاي السايد افكتس. فالالبومين بريفنتس درجز تو بي فري ان ذا بودي. من الكلينيكال ديسوردرز الريليتد للالبومين، اول وحده عندنا اللي هي انالبومينيميا. انالبومينيميا اللي هي the person cannot produce albumin، يعني الجين المسؤول عن انتاج الالبومين بيكون mutated او deleted. يعني بغض النظر شو الديسوردر هون، لكن الجين ما بيقدر، يعني ما في عندي انتاج للالبومين. طبعا بما انه ما عندنا انتاج للالبومين، واحنا حكينا ان الالبومين هو الميجر كونتريبيوتر للاوزمتك بريشر، معناها يعني المفروض نتوقع انه هذا الشخص اللي عنده ما في عنده انتاج للالبومين، معناها رح يكون عنده سيفير ادما، رح يكون كتير عنده تجمع للووتر بالتيشوز. لكن شو لاحظوا انه patients show moderate ادما، من مايت لمودريت ادما مش سيفير. ليش؟ بسبب الكومبنسيشن. البادي بيعمل كومبنسيشن، يعني ايش؟ يعني بيزيد نسبة الاذر بروتينز، بتصير لها هاي ليفلز، يعني as a compensatory method for the loss of albumin، فما رح تعمل لنا سيفير ادما. يعني هدول البروتينز اللي بيصير لها اوفر برودكشن هي بترفع من الاونكوتيك بريشر، وما بتخلي يكون في عندنا سيفير ادما. لكن على كل الاحوال رح يضل انه في عندنا ادما لكنها مش سيفير. برضه من الكلينيكال ديسوردرز الثاني اللي هي الدراج تو دراج انتراكشن، اللي هي بالبيليروبين توكسيسيتي. بيحكي لنا انه بالناس اللي بتاخذ اسبرين، اسبرين كومبيتس وذ بيليروبين. بيليروبين حكينا هو البرودكت اوف هيم ميتابوليزم. الاسبرين بتتنافس مع البيليروبين بالارتباط مع الالبومين. فالانديفيدجوالز اللي بتاخذ اسبرين بهاي اماونتس رح يكون في عندها فري بيليروبين، والفري بيليروبين توكسيك ل different tissues، فبتعمل لنا mental retardation و other symptoms. وبرضو في عنا كمان other drug to drug interaction related برضو للالبومين. pre-albumin او بنسميه الترانستريتين، هاد هو عبارة عن ال pre-protein تاع الالبومين، بيطلع من الليفر قبل ما، يعني مثلا بتم احنا عنا تصنيع البيومين، بتم عنا تصنيع البري البيومين. البري البيومين بيطلع من الليفر قبل الالبيومين، بيكون موجود بسمول اماونتس كومبير تو البيومين.
هو عبارة عن small protein وهو glycoprotein can be glycosylated rich in tryptophan ويعني 0.5% منه عبارة عن carbohydrates عنده short half-life يعني 2 days فقط وهو يعتبر sensitive indicator of disease or poor protein nutrition يعني لما أشوفه بهاي levels معناها بعرف إنه في عندي هون poor protein nutrition هاي المين function تاعه إنه بيرتبط بها الهرمونز اللي هم T4 وT3 ما إله يعني ما في أي other specific function لإله غير إنه يرتبط بهذه الهرمونز هلا بدنا نحكي عن الجلوبيولينز في عنا حكينا ألفا 1 ألفا 2 بيتا وجاما اللي رح نحكي عنهم هم ألفا 1 أنتي تريبسين وألفا 1 فيتو بروتين وعنا برضو السيرولوبلازمين هابتو جلوبين ألفا 2 ماكرو جلوبيولين والسي آر بي أول شيء عنا ألفا 1 أنتي تريبسين أنتي تريبسين أو إله اسم آخر الأنتي بروتينيز يعني هو بيضبط عمل أي بروتينيز موجود بالجسم أو بروتيز البروتينيز هو إنزيم مسؤول عن أنه يعمل ديجريديشن للبروتينز فأي إنزيم بيعمل ديجريديشن هاد البروتين بيشتغل ضده فهو نيوتراليزز تريبسين and تريبسين لايك إنزيمز منها الإلاستيز واللي هو بيعمل ديجريديشن للإلاستيك فايبرز طبعا هذا الألفا 1 أنتي تريبسين هو المين component of alpha 1 globulin band بشكل 90% من هالباند في إله many polymorphic forms حكينا شيء يعني يكون في عنا polymorphic forms إنه phenotypes محددة بتحددها مجموعة معينة من الجينز والأليلز هاي المسؤولة عن إنتاج الألفا 1 antitrypsin في عنا الأم عنا S وعنا Z وعنا F والموست كومون أليلز الموجودة بي عند الجسم الإنسان اللي هي ال M M. هلا من ال clinical disorders related لهذا الموضوع اللي هي إن الناس اللي بيكون عندها زد زد وال S زد. هلا هذول الناس بيكونوا more susceptible to have emphysema. شو هي الإمفيزيما؟ هي الإمفيزيما يعني بيكون في عنا inflammation باللونجز بيتم إنتاج كميات كبيرة من الميوكس فبيصير عنا irritation باللونجز يعني ببطل الشخص قادر إنه يتنفس منيح. طيب هلا ليش بيصير بيكونوا more susceptible للإمفيزيما؟ ليش طيب هذول الناس بيكونوا more susceptible للإمفيزيما؟ لأنه بالزيت قليل هذا الإنهبيتر اللي هو antitrypsin ما رح يكون بيشتغل منيح رح تقل فعاليته. فالإنزيم هو المفروض مثلا يضبط عمل مين؟ عمل الإلاستيز لكنه هو ما بيشتغل منيح فما رح يضبط فرح يكون عندي active إلاستيز فالactive إلاستيز رح يعمل لي proteolysis of the lung لأنه في عنا إلاستيك فايبرز كتير باللنج فرح يعمل لنا إذن tissue damage اللي هي بيؤدي للإمفيزيما smoking and alpha 1 antitrypsin deficiency المشكلة بتصير وين؟ هلا احنا حكينا انه الناس اللي عندها زد زد مثلا بيكونوا هم المور سسكبتبل للإمفيزيما طب مثلا لو شخص عنده زد زد أليلز وبرضه سموكينج المشكلة بتكبر اكتر ليه شو اللي بصير اللي بصير انه سموكينج اوكسيدايزز ميثينين اللي هو عبارة عن امينو اسيد ريزيديو بالانتي بروتينيز اللي هو بالالفا 1 انتي تريبسين فالانتي تريبسين خلاص بيوقف شغله كانتي بروتينيز يعني هو اصلا عنده زيت زيت قليل ما كان بيشتغل منيح وهلا صار سموكينج وصارت عندنا اوكسيدايز ميثيونين صار عندنا ميثيونين سلف اوكسايد كبرت المشكله وبطل بالمره انه يشتغل فبصير عندي فيري اكتيف الاستيز فبدمر لنا اللانجز فالالاستيز بصير بكسر اكثر من الالاستين والإلاستين طبعا هو من الفايبرس بروتينز اللي بتشكل الماتريكس اللانج تيشو اللانج تيشو بيكون إلاستيك فاللانج بتكون damaged if the person is a smoker وبرضه بيكون عنده زد زد يعني حتى لو سموكينج ما عنده زد زد رح يعمل دمج لللانجز بسبب هالمشكلة وبتكون عندنا يعني الأسوأ إشي إنه يكون سموكينج وعنده الزد زد أليلز برضه من المشاكل المتعلقة بالألفا 1 أنتيتريبسين ليفر ديزيز اللي هي برضو انه يكون عندنا زد زد فينوتايب فبصير في عندنا اجريجيشن بالليفر وبيؤدي للسيروسس فبرضو الزد زد اليلز بتؤدي له انه يصير في عندنا سيروسس بالليفر ليفر ديزيزز طيب هابتوجلوبين من برضو من الجلوبيولين بروتينز وهو عباره عن حكينا اكيوت فيز رياكتنت بروتين من البروتينز اللي بيتم انتاجها بحالات الانفكشن والانفلاميشن
هو عبارة عن ألفا 2 جلايكوبروتين، إذا it's glycosylated. هو عبارة عن تترمر، يعني بتكون من 2 ألفا تشينز و 2 بيتا تشينز، وإله 3 فينوتايبس. المين فانكشن تاع الهابتوجلوبين اللي هو إنه بيرتبط بالهيموجلوبين. ليش بيرتبط بالهيموجلوبين؟ عشان يحافظ على الايرون. شو اللي بيصير؟ هلا حكينا انه احنا الريد بلاد سيلز بيصير لها تيرن اوفر، فلما يخلص مثلا الهاف لايف تاع الريد بلاد سيلز راح يصير لها ديجريديشن، وراح يصير ديجريديشن لمين؟ للهيموجلوبين. هيموجلوبين ريليست اند ديجريديد. هلا الهيموجلوبين فيه ايرون، ما بدي اخسر الايرون ويصير يطلع مع الكيدنيز مع باقي مكونات الهيم، فبيروح الهابتوجلوبين بيرتبط بالهيموجلوبين وبيحافظ على الايرون ما بيخليه يطلع. هلا الهابتوجلوبين الهالف لايف تاعته هو هيك فري 5 ايام، لكن لما يرتبط مع الهيموجلوبين بتصير الهالف لايف تاعته 90 دقيقة، يعني بتقل، يعني بيرتبط بالهيموجلوبين واول ما يصير ديجريديشن بياخذ الايرون وبيحافظ عليه جوا الجسم. هلا الفكره شو الابلكيشن للهابتوجلوبين بالناس اللي عندهم هيموليتك انيميا. هلا هيموليتك انيميا اللي هي ايش؟ انه يصير في عندنا ربتشر للريد بلاد سيلز ات ا هاي ليفل، بيزيد الديجريديشن للريد بلاد سيلز. بما انه راح يزيد الديجريديشن للريد بلاد سيلز معناها راح يزيد الديجريديشن للهيموجلوبين، معناها راح يصير الهيموجلوبين يرتبط اكثر مع الهيموجلوبين، لانه راح يصير في عندنا يعني الهيموجلوبين راح يزيد الديجريديشن تاعه، فراح يكون في عندي ايرون اكثر انه بيحاول يحافظ عليه. وبما انه الهيموجلوبين الهالف لايف تاعته بتقل لما يرتبط بالهيموجلوبين وبتصير فقط 90 دقيقه، بما انه الهالف لايف تاعته قلت معناها هو كبروتين راح تقل نسبته بالبلازما، لانه قاعد بيرتبط بالهيموجلوبين وبيحاول يحافظ على الايرون، بتقل الهالف لايف تاعته بيتم التخلص منه. اذا لما نيجي نعمل الكتروفوريسيس ونيجي نطلع على الباند تاعته راح نلاحظ انه راح تكون less intense، او البيك بالالكتروغرام راح تكون البيك اقل لانه قلت نسبته بالبلازما. اذا هذا لما اشوف انه البيك تاعته قلت معناها هذا انديكيشن للهيموليتيك انيميا. كمان بروتين راح نحكي عنه هو السيرولوبلازمين. سيرولوبلازمين هو جلايكوبروتين بيحتوي على كبر فيه 6 اتومز اوف كبر، فهو يعني هذا البروتين ستورز كبر، يعني وبرضه الالبومين ستورز كبر. الالبومين از مور امبورتنت ان ترانسبورتينج اند بايندينج تو كبر، وهذا البروتين ستورز كبر. وبرضه في عنده انزيماتيك اكتيفيتي اللي هي بالفيروكسيديز. الفيروكسيديز اوكسيدايزز فيرس تو ذا فيريك فورم، فلما يعمل اوكسيديشن من الفيرس للفيريك هذا الاشي بيكون important for the binding of iron to transferrin. حكينا الترانسفيرن مهم لانه يرتبط بالايرون وينقله، فمين اللي بيساعده؟ السيرولوبلازمين. بيروح السيرولوبلازمين بيجي على الفرس بيحول للفرك عشان الفرك يرتبط بالترانسفيرن، وهو بيعمل ريجوليشن للكبر ليفل لانه هو حكينا بيخزن الكبر فيه، فهذا الحكي ريجوليتس كبر ليفل. وبحالات الليفر ديزيزز بنلاحظ انه السيرولوبلازمين بيكون له ديكريزد ليفلز. اخر بروتين رح نحكي عنه هو السي رياكتيف بروتين، واللي حكينا عنه هو من الاكيوت فيز بروتينز، بيزيد بالحالات الانفلاميشن. هلا السي رياكتيف بروتين ليش هيك اسمه؟ لانه بيرتبط ببوليسكرايد ان فراكشن سي، يعني ان ذا سيل وول اوف نيوموكوكاي، وهي نوع من انواع البكتيريا، وبيساعد in the defense against bacteria and foreign substances، عشان هيك اصلا بيزيد الليفل تاعه بحالات الانفلاميشن. السيري اكتيف بروتين حكينا undetectable in healthy individuals، يعني حكينا انه بيكون موجود لكن low levels لدرجة انه undetectable بيكون، وdetectable in many inflammatory diseases مثل rheumatoid arthritis, mediterranean fever, acute rheumatic fever, bacterial infection, gout disease، وبحالات التيشو دامج بيكون عندهم high level of CRP حكينا as a response لهاي الدمجز اللي بتصير. الليفل تاعه بيوصل البيك بعد 48 ساعة of incident، يعني بعد ما يدخل الباثوجين للجسم بعد 48 ساعة بيكون CRP level خلص وصل البيك، فهذا برضو بيساعدنا بالدياجنوسيز لهاي الديزيزز. وهيك بنكون خلصنا آخر إشي بموضوع البروتينز. يعطيكم العافية جميعاً.